يلي شو بنشبه بعض؟ شو الحكي هذا؟ شو الحكي؟ لا لا ما في حرارة. نحن تركنا لها جوجي صاغ سليم، قام لك كيف رجعت لنا يلا استوي. والله يا حرام والحرام تركنا كثير لحاله اليوم قام. ما بتنتبهي عليه؟ بس أنا العم الحنونة كدت لعند جوجي. يا جماعة رجعنا جوجي طلع مرضان ومراجع وهيك. صح فورا. عقل الإنسان كم طبقة عليه؟ الإنسان الواعي الذكي الراكز ما في ولا طبقة، بيكون عقله شفاف. ها؟ عرفتي إيه؟ بس أنا واثقة، أنا واثقة إنه لؤي عليه 500 طبقة. سامعين؟ الإنسان اللي يعني مخه سميك ما بيخلي حدا يحكي. يا جماعة لقلكم شغلة إنه نحن من مبارح لليوم فعليا مو نايمين. شفتوا كيف جوج كان كتير متعبان مبارح، تعب أكتر بالليل. على فكرة هي ما نايمين الليل، أنا ما نايم الليل. أنا كمان مو نايم الليل على فكرة. مرة واحدة قامت مع جوجي كان مرضان كتير هالليلة، إنه استفراغ يعني أشياء بتعرفوا لما الواحد بيمرض الولد بيمرض. أنا بس شوف استفراغ فرح راجع هون. بكون بواحد بنصير باثنين، يعني جوجي بكون عم استفراغ بشوف واحد تاني أنا جنب جوجي. المهم ما رح نقربكم، نشكر الله نشكر الله جوج. فمرتاح أكثر عن مبارح. عفوا إيش الفضل لمين؟ فضل لا مين؟ أكيد الفضل لله بالدرجة الأولى، بس مين اللي راح على الصيدلية بنصاص الليالي يجيب له دواء؟ خبرني شو بدك بنصاص الليالي، أنا روح أجيب دواء كمان عادي. شهادة سواقة ومعها وسيارة وفي وبنزين بالسيارة. يا جماعة نحن من الناس ما بعرف شو عم نحكي. المهم جوج فنشكر الله احسن، ما بعرف شو يلي صاير معه، حرارة عالية بالليل، مراجعة، اسهال، كثير صار في قصص يعني بهالليلة. هلا نحن لحد ما معودين على هالمواضيع، لما دائما بنسافر من بلد لبلد، تغيير الطقس، تغيير الاكل، تغيير المي، ما بعرف، جوجي بالذات بيهمل حاله، يعني مثلا هالكم يوم عم يلعب هو واولاد عمته، بيطلعوا لبرا برد، بيدخلوا على البيت انه شوب ولعب وعرق، فاكيد اكيد انه هذا السبب. وغير هيك اكل الشوكولا والحلويات وغير مسيطر عليه يعني. فرح نرجع نبلش ننتبه اكثر يعني من هيدا الموضوع من البرد والشوب وهيك. المهم رح نطمنكم انه جوج صار احسن، هي اول شغله. نحن ما نايمين الليل، هي ثاني شغله. ثالث شغله، اليوم حطينا الكاميرا هيك، قلنا كذا فيديو ما عم نحكيكم، هيك ما عم نحط الكاميرا ونحكي معكم، فقررنا نحكي معكم اليوم. انه كنا كذا فيديو شايفينهم هيك احداث واكشن وحفلات ويلا وميضه فمن اول السنه للي معكينا. هلا شوفوا جد نحن يعني بنرجع وبنقول ودائما وبناكد، ما في احلى من لمبه العيله، نحن كثير مبسوطين انه مع اهالينا، مبسوطين انه انتم عم بتشوفونا يعني بهالباور وبهالطاقه وبهالانرجي، لانه اكيد ما في اجمل من لمة الأهل. فعم نحكي كلمة؟ كلمة واحدة بس. يعني هي عبارة عن جملة بس. فالواحد قد ما بيقدر يا جماعة لما بيكون مع أهله لازم يعمل هيك الشغلات اللي جد ما فينه يعملها. حكيت كم كلمة لهلا بشرفكم. بدي اقول انه المرض مع الاهل حاليا اسهل، يعني نحن دائما جوج بيمرض بنكون بعاد عن اهلنا لحالنا، عن جد بحس عم موت. صعبة ايه. هلا حسيت عن جد الليلة كانت شوي اسهل، انه في حوالينا اهلنا. ايه في حدا عم يدق عليك مثلا باب غرفتك انه شو كيف جوجي؟ زرافة طالعة شوربة داخلك. ايه انه مثلا ماما بتعمل له زهورات، اما لتعليم بتعمل له شوربة، ففي عناية هيك دائما جد، يعني واحد يا اخي الاهل غير شيء. وي لاف يو اهلنا. اوكي بما انه هي اول مره بنحط الكاميرا وبنحكي معكم هي السنه، فرح نقلكم في كتير 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 مشاريع هي السنه، كتير اشياء محضرين لكم اياها. غير هيك انه من الفيديو الجاي، تذكروا الفيديو الجاي في كتير تغييرات، تمام؟ محضرين شغلات نحن اوريدي بلشنا فيها هلا، نحن بلبنان بلشنا فيها ونشكر الله، يعني النتائج كتير مبشره، فمحضرين لمواضيع هالسنه ان شاء الله رح تكون. وغير هيك انه في تغيير بعائلتنا رح يصير، تمام؟ يعني ايه كثير شغلات حلوه و مو جهزوا حالكم، اذا ما انكم من عائلتنا المفروض تعملوا سبسكرايب لحتى تصيروا جزء من عائلتنا، وعن جد نكمل هيدا المشوار اللي بلشنا سوا، كثير متحمسين له. على فكره اكثر شيء مبسوطين انه انتم معنا بكل شيء عم بيصير معنا. نحن كثير مبسوطين انه عم بتحبوا هيك جمعتنا، عم بتحبوا هاللمه هيدي. شو لا
دائما بتطلع فيني هيك انه هي بتتمنى احكي معها هيك بهالطريقه لو بحكي معكم على فكره. لا عفوا انت بتحكي معي هيك صحيح انه بتتمسخر علي كثير بس اتس اوكي. يعني اليوم الفيديو فيه كثير اشياء، واحدة من الشغلات انه هي الكاميرا الثانيه اللي لي تمام كنت عم فضي الميموري اللي فيها فجاه يا جماعه خليني احكي كلمتين فش قلبي بقى كان مسروقه كاميرتي يا جماعه اختلت تعليم مو معقول علمناها شوية تصوير ما بقى اترك الكاميرا ما اختفت الكاميرا لك وين الكاميرا معي تسمعوا الصوت هيك من بعيد. المهم لقيت فايلات بقلبها حبيت فرجيكم اياها مع انه فات اوانة شو بيقولوا. المشكلة انه اختي اخذ الكاميرا بدون ما اعرف ومصورة اشياء وانا هيك فجأة شفتهم يعني حتى ما قافلة حال الباب يعني قافلة حال الباب وعم تصور تفرجوا شو كانت عم بتصور اوكي. هاي يا جماعة هلا انا وجوزي الفكرة هي انه هي رح تكون هيك شكلها هي هيك وهيك هي هيك. بتتذكروا يوم راس السنة شو اجانا هي؟ يمكن ما ركزتوا عليها للهدية بس بحيات الله هي أكتر هدية بتعني لنا. يعني أولاً أنا من جوجي تعب علي وفكر فيها لأنه أختي اللي عملتها مع جوجي. خليني أختك على جنب هلأ شو كان ممكن يعملها عند أي حدا بالسود يعني ما يا بس ثابت أختها فنانة بالمواضيع عرفتوا؟ أوكي لا عن جد عم يمزح لوي قول عم تمزح قول عم تمزح أنا ما بحكي بالأوامر لا يا جماعة عم بمزح جد آلين يعني عندي هي مثل ما اختها لتالين هي اختي جد. هيدي الهدية ما شفتوها هيك بتمعن فرح فرجيكم اياها بتمعن هيدا عمو الله يرحمه تمام بابا يعني اوكي انا لا خليها هيك مقابيلك شيء ما بيلي هيدي طانت يعني امي بتجي اوكي هيدا بابا وهيدي ماما بعدين بيجي تالين شو فاذر انت الوين لا والله المهم اختي كانت عم بتصور هيدي الهديه اللي شفتوها يلي من عائلتنا بيعرف هي الهديه فمثل ما شايفين انه العيله الكبيره جابت العيله الصغيره وجوجي بالاخر هي شجره عيله هيك بس انه لقلنا يعني مو للكل اوكي كثير متحمسه لنروح على فيينا ونعلق بالبيت وين بدنا نعلق بالصالون هيك العالم كلها اللي بتجي لعنا بتشوفه يعني ما حدا بيجي لعنا كثير الموضوع الاساسي لهيدا الفيديو بعد ما فرجيناكم قصص حكينا بقصص حكينا عن عقل وسماكه عقل لؤي هو سميك من ناحيه السماكه انا ما حكيت شيء انا يعني بعترف انه عقلي سميك من يوم اللي تعرفت على تالين واخذت حسيت بسماكه ما طبيعيه شو بدكم بالموضوع طلعنا خارج الموضوع عن جد لا الموضوع يا جماعه انه نحن هلا حاليا بلبنان اوكي وبتعرفوا انه نحن ببيتنا بفيينا يعني انا كوني مهندس وهيك بحب هيك شغلات فحاطين كاميرات مراقبه على فكره مو بس المهندسين بيحطوا كاميرات مراقبه النجار الحداد ايه بس اللي بيحط لهم الكاميرات المهندسين فانا كمهندس حطيت كاميرات مراقبه عندي بالبيت اوكي فاكيد انتم هلا مشتاقين للبيت هيك وشو الوضع هلا هنيك فحبينا نفتح ونشوف شو عم بيصير بالبيت نحن وانتم طبعا في كاميرا بطلت تشتغل في كاميرا عم تشتغل لانه المهندس لؤي هو اللي حط لهيك في كاميرا بطلت تشتغل الله اعلم ليش فالكاميرا الثانيه هي شغاله هلا انا رح ورجيكم بالابلكيشن اللي بفتحه اوكي كيف الكاميرا اللي ببيتنا بفيينا شو عم نشوف فيها شوفوا هلا انا فاتحه بالابلكيشن اوكي فيني حتى اتحرك بالكاميرا من هون ها شايفين اوكي بس لنحكي لهم شغله قبل ما نفرجيهم يلي بيصير بكاميرا المراقبه يلي بفيينا تمام انه اي صوت بيطلع او اي حركه بتصير بالبيت فورا بيجي الارم على موبايل لؤي انه صار شيء فافتح يعني انا مفعل فيها ميزه انه اي اذا بيطلع صوت قوي يعني الله لا يقدر الله لا يقدر حدا كسر ازاز مثلا حرامي دغري بتبعث لي الكاميرا الارم على الموبايل اوكي اذا صار في حركه قدام الكاميرا حدا تحرك او شيء صار فكمان بتبعث لي الارم اوكي يلي صار من يومين ثلاثه كنا قاعدين بامان الله اجى الارم على الموبايل عم اقول لها تعالين قلت لها ليكي اجى الارم موشن يعني حركه اوكي طلعت يعني اول شيء بتطلع ما في شيء طبيعي الوضع بس لما يعني كبرت وعملت زوم طبعا رح نحط لكم يعني شو اللي شفنا دروع وقع على الارض في دراعين واقعين هلا في واحد وقعان اذا بتنتبهوا هلا انتم عم بتشوفوا في واحد وقعان على البيانو والثاني وقعان على الارض ومو مبين المشكله انه الدرع واقع على وشه هيك ممكن 90% انه هو يكون مكسور ان شاء الله لا بس انه ما بتخيل انه اذا مكسور قد رح انقهر يعني هذا التحت هلا رح تشوفوا المكسور وهذا الفوق اللي ما كمل وقعته انا متاكد السبب تالي 100% ليش لانه الدرع الذهبي يلي وقعان مين علقه ما انت علقته ليش عم تحطه براسك انت شديتي البراغي هاي اول شغله فمتخيل انا انه في برغي فلتان ونازل الذهبي على الفضي ومنازلينه طابش على الارض يعني هلا نحن عم نشوف لايف ليكو يلي صاير انه حتى الصوره تبعنا كانه مبين انه هي قلبة ايه اعملي زوم شوفيها شايفين ليك انا هيدا عم اقول هي الصوره اللي كانت موجوده ليكو هي وينه
هيدي قلبي هون، هيدا لايف هلا فاتحينه، والدرع الفضي هيك واقف على الصورة، والدرع الذهبي كأنه ليكو شايفه واقع بالأرض. على وشه بالأرض. هلا الفضي مبين إنه ما في شيء الحمد لله، ما بتعرف بركي مكسور، ما بيبين، ما بظن لأنه نازل على البيانو، يعني ما بظنه مكسور ومسنود، بس الذهبي طابش على الأرض، فالله يستر ما يكون جد مكسور. عن جد إذا مكسور ما بعرف إذا فينا نجيب درع تاني، وما عم بتذكر إنه الدرع اللي على اليمين محطوط هون اللي واقع هو درع أي قناة يعني، فالله يستر ما يكون درع جوج يعني. الله يستر، مستحيل نقدر نعرف يعني، ما رح نقدر نعرف لنرجع على فيينا. هلا أنا ميتة لأرجع بس لأطمن إنه درعهم مانن مكسورين، لأني والله رح أنقهر من قلبي يعني. هلا وقت شفت حسيت بس طبعا نشكر الله يعني لا حرامي داخل ولا شيء. لا لا هو غالبا مثل ما قلنا يعني البرغي اللي شايل الدرع يعني. اللي ايه شهادته التالين دائما يعني بيكون هيك شغلات فلتات. انا ليش كل الفيديو حاطه هاي ما بعرف، بس انه المهم لا رجعت لكم شكلي هيك. اوكي فادعوا لنا يا رب عن جد الدرع ما يكون واقع ومكسور، يعني هو واقع اوكي بس ما يكون مكسور، يعني هو بالنسبه لنا منه هيك بس درع، يعني هو بالنسبه لنا شغلة كبيرة، شغلة هيك كتير كتير بتعني. بعرف انه اشتقتوا للبيت وما كنتوا حابين تشوفوه هيك انه صاير فيه مشكلة، بس انه المهم فرجيناكم البيت، حكينا لكم شو صاير معنا، حكينا لكم شو كان في، شو كان في بهي الكاميرا، حكينا لكم عن اختلا تالين. اوكي المهم هيدا يلي عملنا لكم هيك ابديت صغير عن الشيء اللي صاير معنا، بس من الفيديو جاي اذا الله راد في تغييرات كتيرة، في اشي كتير رح تعيشوها معنا. أوكي. بعد بكره في فيديوهين. بعد بكره ها هي هون السر بقى، هون في فيديوهين بعد بكره. اوكي يا جماعه لؤي بلش يخبط، لهيك لازم نحن ننهي الكاميرا لان لازم يروح ينام، حرام ما نايم الليل هو رايح على الصيدليه وبتواليت هلا شوف هلا بتشطح، انا بتشطح، انا اول ما بغفى لؤي معنا مدري جيبوا لنا مدري شنو، اي ناقصنا المدري مين. يا جماعه كثير انبسطنا بالفيديو اليوم معكم، كثير انبسطنا انه عملنا لكم ابديت عن حياتنا، نشكر الله جوج منيح، ان شاء الله ما يكونوا انكسروا الدروع، ان شاء الله هيك اختلتالين كمان تصورنا فيديوهات اكثر واكثر لقدام على طول. والله لا تقتلك هلا تقتلك بعد هذا الفيديو. اوكي يا جماعه رح نقلكم بنحبكم كثير، تابعونا حساباتنا على الانستغرام، بحبكم كثير. كنت رح اقول لكم قربت وصل صح، قربت كمان صح، استفيه خلصهم معقولة مرضت من جوجي؟ ان شاء الله يا رب ما نمرض، نحن عم نحاول نعزله عن حتى الاهل يعني، بس هنا بيضلوا بيبوسوا انا ما دخلني. رح قلكم انه قربت وصل للمليون على حسابي على الانستغرام، فحساباتنا هون وبصندوق الوصف، بحبكم كثير ولؤي كمان بحبكم كثير اكيد اكيد بيعرفوا حبيبي من دون ما احكي انا لك 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 شكرا على كل شيء عم تعملوا معنا، شكرا على وقفتكم معنا بكل الظروف، ما تنسوا لايك للفيديو اوكي، وباي باي باي.